أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أنت. حقيقة كما اعتدنا في كل حلقة هناك حالة جديدة وامرأة منجزة. اليوم ويانا إحدى الأخوات اللي دائما نسمع اليوم عن النحال العراقي، لكن لم نسمع عن نحالة عراقية، أو غالبا نسمع عن الرجال لم نسمع عن النساء. اليوم ويانا السيدة زينب المعموري وهي نحالة عراقية أو مربية نحل. تعالوا أنا خلينا نتعرف عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم ست؟ أهلا بك. شلون الصحة؟ حبيبتي شهد إن شاء الله زينة. ما نسمع دائما عن نحالة عراقية أو مربية نحل، دائما نتحدث عن الرجال اللي بهذا المجال، ليش؟ لا الحمد لله، هسه المرأة العراقية كل المجالات إذا تريدها تكون قوية وتشارك فيها يكون لها صوتها. فمهنة النحل بالفترة الأخيرة والآونة الأخيرة اشتغلنا عليها ونشوف المرأة تتشارك بالمؤتمرات والندوات، دربت الكثير من النساء منهن المطلقات ومنهن الأرامل ومنهن الفلاحات ومنهن الخريجات. نعم. الحمد لله هسه المرأة تشارك يعني، والحمد لله لها صوتها ولها سوقها بالسوق يعني العراقي. نعم، شلون دربتي؟ يعني أول شيء خل عرفينا عن نفسك، هل أنت اليوم الوظيفة الأولى؟ أنا أعتبرها وظيفة يعني. هل الوظيفة الأولى أنت مربية نحل أم مثلا بديتي في عمل آخر، وشو وقت بديتي؟ سولفي لنا عن هذا المشوار. حبيبتي، طبعا بداياتي يعني أول ما زوجت تقريبا ب 1990 بداياتي. زين. يعني ذاك الوقت يمكن كنت صغيرة بالعمر 18 سنة. زوجي ضابط متقاعد. نعم. تعرفين يعني الشخص من يطلع خلينا نقول من مهنة يكون متقاعد يكون عنده فد هواية بسيطة. نعم. أو فراغ يعني. أو فراغ، فكانت عنده كم خلية يعني بصراحة بالحديقة. فمن خلال يعني من خلال العمل وياه وأشوفه، ويعني كان عندي حب الأسرار، حب أن أتعلم من هاي المهنة. فالحمد لله والشكر يعني دخلت بهاي المهنة من خلال الفحص، أفحص وياه مرة مرتين، تلسعت شي مرة مرتين، لأن إحنا النحال من يكون مثلا خلينا نقول عنده ما يخاف من اللسع، لأن إيش قد ما هي النحلة مفيدة ايش قد ما هاي، بس من تلسع تاذي. نعم. لازم الانسان يكون متوقع. انت ما كنت تخافين في وقتها يعني في البدايات يعني؟ في البدايات يعني شيء، بس كان عندي عزيمه بصراحه. نعم. يعني حس هذا الاحساس عندي. زوجك شجعك على هذا الموضوع؟ الله يرحمه، يعني الله كان المناصر لي بصراحه بكل مجالات. نعم. يعني هو من اللي خلاني اوصل، من خلى صوتي يوصل. انا وصلت الى مركز رئيسه لجنه المرأة بالاتحاد العام لحالات العرب. ما شاء الله. اشتغلت على عده جمعيات بالعراق. هسه العفو حاليا انا مديره قسم جمعيه النحالين البابليين. هذا كله يعني الفضل زوجي الله يرحمه. زين. كان يعني هو من يسندني، هو من زين. عمره 18 سنة وانت عندك أولاد أكيد يعني. نعم. في هذا الوقت، ويعني تعرفي احنا كنا نخاف على أولادنا. أكيد. ما كنت تخافين عليهم من هذا الموضوع؟ تعرفين هذا اللسع، واحنا دائما نخاف حتى من نطلعهم برا. أخاف. احنا يمكن ما نفرق بين الزنبور وبين النحلة، مو صحيح؟ بس حبيبتي. بس عموما المنحل يكون شوي بعيد عن البيت. احنا يعني انتم ما كان بالحديقة؟ تيجي بالبداية كان بالحديقة. بالحديقة بس نحتبر الخلية وخليتين وثلاثة واربعة، يعني مو مشروع مثلا يكون كبير، يعني هذا شيء بسيط. يعني من البداية الله يرحمه زوجك يعني كان نيته فقط هوايه انه يربي يعني النحل. بالبدايه هواية. كانت هوايه بالبدايه، لكن لو هدفكم تسويق لا وكذا وتبيعون العسل. ايد بايده والحمد لله، يعني طورنا من كان هو موجود، يعني طورنا من خلينا نقول كم خليه، ال 15 خليه، الى وصلنا تقريبا 100 و150 من كان متواجد. يعني هو يعني طورنا من هذا المشروع. نعم. يعني الحمد لله والشكر، يعني اكثر من خليه صارت عندنا الحمد المجال. لله. يعني الخطوه الاخرى اللي بعد تربيه النحل وبعد اكثارهن يمكن وصلنا الى كم خليه ذكرتي؟ النحال من يصير عنده عدد كثير يفكر بالمشروع الثاني. زين. هو بين يجني مثلا. سولفي لي عن التسويق. ياخذ مزرعه. اي ياخذ مزرعه. اخذتوا مزرعه؟ ناخذ مزرعه. كانت مزرعتنا احنا ببغداد بالسيديه، فكانت المزرعه الثانيه بمنطقه اليوسفيه بالقصر الاوسط تقريبا 12 دونم. مزروعه ومرتبه، لان تعرفين النحل يريد مساحات واسعه من التنوع النباتي. نعم. إهجار يعني مثل كاليبتوز، جيت، برسيم، يعني دائما احنا نحالين ونعرف مثلا هذا الموسم راح يكون للكاليبتوز، هذا يكون للجيت، للبرسيم، فاحنا نشتغل على هذا. وبنفس الوقت نجاحنا من نجاح الفلاح، كل ما كان الفلاح ناجح، كل ما كان مثلا يزرع مساحات واسعه من الزراعه. نعم. راح يكون ناجح.
بالفترة الأخيرة تعرفين ست وإحنا أولاد وطن واحد، نعم صار تجريف المناطق العفو الأراضي الزراعية، قلة المياه، هذا كله انعكس علينا إحنا حالياً، يعني عانينا ما عانينا من هذا الشيء بصراحة. نعم حقيقة يعني هذا الموضوع مهم جداً، ونشوف هذه الانتقالات من وقت إلى آخر، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى خبرة طبعا. كبيرة. يعني أنا أشعر أنه أنتم بالبداية بديتوا كهواية، لكن يحتاج إلى مراجعة، إلى قراءة، إلى دراسات معمقة، إلى مثلا ممكن أنه تحضرون ندوات ومؤتمرات للتثقيف. شلون اشتغلتي على نفسك واكتسبتي هذه الخبرة والمعلومات؟ والله المعلومات يعني بالنظري، يعني النحل بالنظري، من تشتغلين تشوفين انت مثلا عندك معلومه، هاي ملكه، هاي شغاله، هذا ذكر، هذا حبوب لقاح، هاي عسل، يعني فبالنظري تقرأين. يعني هسه انا من نعم من اشوفها ما اعرفها، نعم لكن أكيد الا أكيد اذا يعني كان عندك معلم موجه في هذا الموضوع او تقرأين. كان الموجه الرئيسي كان ابو احمد الي ابو احمد ابو نعم احمد يعني كان يعني في خبرتك اعتمدتي فقط على التوجيه، ما اعتمدتي على القراءه، حضور ندوات، هاي المهنه يعني كل ما واحد يعني ياخذ معلومات بها بالعملي يبدع بها. نعم يبدع بها، يعني خل النظري احنا نعطيه هسه من خلال مؤتمرات، من خلال الندوات، لكن العمل مرات اذا مثلا نقي دوره قد تكون مبسطه في 3 ايام 4 ايام، اذا ما تشتغلين عملي ما راح تنجحين بهذا الشيء. هذا يركز على العملي اكثر شيء. تشوفين اليوم للمواطن والجهات المعنيه ثقه بعمل المراه في هذا المجال؟ انه طبعًا. اليوم المراه الحاله وغيرها. هاي المهنه كانت فقط مقتصره على الرجل، لان يعني المراه دائما ما تظهر للاعلام، يعني كانت من تشيل وتفحص يعني تترك، خلينا نقول ما تترك من بيتها ومسؤولياتها واولادها، لكن كان الفتره الماضيه كان الرجل يعني هو من نقول النحال، يعني قليل ما نسمع نحالات. نعم. لكن الحمد لله قلت لك يعني هسه النحالات موجودات كثير. نعم يعني قلت لي يعني من البدايه نعم انه حضرتك من بعد هذا المشوار الحمد لله والشكر. اول مرتبه احتليتيها شنو؟ مثلا اليوم كرئيسة قسم، رئيس شعبة، لو شنو سولفي لي؟ بلشنا من الجمعيات من بعد التهجير، بعد ما جينا من العفو رجعنا من بغداد، اجيتوا العفو توجهنا الى محافظة بابل. نعم انا اهلي من بابل، توجهنا الى بابل. يعني جبت الرجال يم اهلك؟ جبت ليش المرأة ما تروح تجيب الرجال يم اهلها؟ بعد خلص خلينا نعرف النحل نحكي على اجى بعد خلص يلا تمام حبيبتي. فبلشنا بشيء بسيط، لان احنا تهجر تعرفين يعني بذاك الوقت يعني اشياءنا واغراضنا وشيء بقت ما نقدر نحصل عليها. نعم. فبقينا تقريبا ما يقارب السنه عازين ما نقدر نسوي شيء، لكن النحل ما دام عندك خبره تقدرين تشتري النحل من السوق، تطورنا من هذا الشيء. هواي من الناس تشترون النحل من السوق؟ نعم يعني اذا احنا يعني منين يبيعون النحل؟ من اصدقائنا النحالين يعني. يعني تشترون النحل من النحالين؟ هسه انا اذا اسوي خليه مثلا. اي تشتري تجي لي تقول لي ست زينب ليش النحل؟ ماكو يعني اكو خليه. خليه اي. خليه وحسب الكثافه قد تكون مثلا 5 اطارات الى فتسع. حلوه مال بيش النحله. العفو عمو بيش النحله. اي ماكو نحله، النحله خليه مو؟ لا يمكن ان تشتغل لوحدها. يعني ملكه وشغالات ووصيفات وذكور وحياه النحل حياه. هسه منو نروح النحل هناك نسولف عليه؟ عالم كبير ست يعني. زين تروحون تشترون الخليه؟ نشتري الخليه. جيت هنا اشتريت يعني خليه. هذا الدرس احنا نعطيه مثلا للمبتدئين، يعني المبتدئ من يريد يروح يشتري خليه. يلتجه لاصحاب الخبره هم تدري. ولا تشجعتيني اشتري ولو انا اخاف من اللي يعني. لا احنا نشجع ان كل انسان يخلي له خليه مبسطه بالحديقه. زين. يعني تعتبر صيدليه. حلو. من حيث العسل. بس انا بدي اروح اشتري خليه، شو اقول له؟ تروح النحال. ايه. اكيد واحد عنده خبره. ايه. يعني انت بالبدايه عندك لازم معلومات، يعني يعني مو تشترين الخليه وما عندك معلومات وش بتعرفين تسوين. عندك معلومات كافيه، شلون تداريها، شلون تفحصيها، شلون تعرفين الامراض اللي بيها، شلون تعرفين اعدائها، صارت عندك هاي الخلفيه عن خليه النحل، بامكانك ان تروحين لاي نحال وتشترين خليه، تستعيني به مثلا يقول لك هاي مثلا 10 اطارات سعرها هالقد، 5 اطارات بيش بالله يعني خليه اذا تكون كامله يعني 10 اطارات ما يقارب ال 250 الف سعرها. 250 ربحها شقد؟ خلينا نعرف شقد تربح. الربح يعني بالعسل تقصدين؟ إيه؟ يلا والله الانسان اللي يعرف بيها ويشتغل بيها حلو خير من الله يعني.
يعني ما تقول ربح لا اكيد لا يعني. يلا ان شاء الله عين بارده عليك يا قلبي يا قلبي. النسوان ما نطق بالجزمه الربح حتى لو نربح ما نقول يعني الخليه الوحده يجوز تطلع لك يعني بالسنه 10 كيلوات يعني احس بيتي بيش كيلو؟ كيلو 25 30 40 كذا حسب النوعيه. لا تدرين شنو؟ احنا بالآونة الأخيرة صراحة خلينا نكون صريحين كنا حاليا ضرب سوقنا. قولي ليش؟ ليش؟ مستورد غزانة الحدود مفتوحة، الثقافة المتلقي اللي ياخذ العسل ما عنده ذيك الثقافة، ما يريد مثلا خلينا نقول عسل أصلي، دائما يلتجهون الأشياء الرخيصة زي. وما يفرقون بين مثلا ما يفرق بين احنا يا ريت نفرق بين التاجر ونفرق بين النحال، النحال من يبيع العسل عسل الثقيل اللي تقدرين تشتري منه وتمغم بعيونك زين، واحنا كجمعيات منزهي كزراعه منزهي ونعرفهم عندنا اعداد النحالين. يعني احنا النحالين العراقيين ما يصير منتجنا غش؟ ما اتصور يصير غش، بس قولي مثلا اذا يعني انتاجه قل يقدر يشتري من السوق احتمال. النوعيه قد تكون مزينه احتمال. زين انا شلون يعني؟ قد ياخذ نوعيه مثلا ارخص على مود يستفاد كمستهلك انا شلون اعرف هذا المنتج حقيقي مختبر؟ حقيقي مختبر يعني اروح انا كل عسل لا اروح لا لا افحصه؟ يعني منزه. واحنا ليش نقول انه يعني اليوم انا شو اكو اختبار بالبيت اقدر اختبر هذا العسل؟ والله هاي شغلات هسه احنا قبل كانوا قلم قوبيا وهاي السوالف ويحرقه بالنار سوالف فيها حتى الناس تعرف. قولي اي احنا هاي انا اجهلها انا اجهلها لان يعني انا مثلا عندي اجازه منشا مديتها للمختبر وعندي كانوا قبل يقولون عودي شخاط اذا مثلا تخليه بالعسل يشخط واذا تخليه بالمخشوش ما يشخاط هيك شيء؟ والله بس احنا يعني ثقافيا ما نشجع على هذا الشيء. موجود المختبرات هواي والجامعات موجودات هواي خاصه اللي تخص المواد الغذائيه ويقدرون يحصلوا لهم فد اجازه بالانتاج مالتهم. نعم ان شاء الله يا رب منتجاتنا تكون هي إن شاء الله. العراقيه هي إن شاء الله المتسيده. حدثينا عن اليوم هذه الشهادات التقديريه وهذه التكريمات، واول تكريم كرمتي به وشنو كان شعورك؟ بالبدايه خلحت لك هي نسخه خلينا نقول المسحه للمسحه يعني كان من جنة لهنا على اساس عندنا جمعيه مصغره بالبدايات بلشت بهاي بالبدايه قبل لا تكون عندي مؤتمرات ولا قبل اصير رئيسه لجنه المراه بالجامعة. فكان ابو احمد ماخذنا جمعيه النحالين بالحله ويريدون عدد كلش يعني شغله النحل يعني ناس كلش ينعدون بالاصابع يعني مو هوايه. شلون تروحين تنتخبين شخص لازم عندك هويه. زين. وابو احمد يريد يرشح فقال لي راح اسوي لك هويه، راح اسوي لك هويه لك وهويه لبنتك وشي على مود هاي صايره عندكم يعني. نعم. ايه. فاخذني اني ويمكن ذكرى كانت كبيره تلي كبيره وما اصور احمد ومسوي لي هويه لي والذكرى. صار الترشيح قعدنا فقالوا اريد عنصر نسوي. نعم. ابو احمد رشح وزينب رشحت ركزوا علي زينب رشحي رشحت. زينب طلعت اكثر الاصوات. نعم. واذا شيء ابو احمد يجي زينب تنازلي لي بذاك الوقت قلت له يا ما تعبي لا معلميك خبره لا والله ما تنازلت بذاك الوقت يعني ما تنازل حق زوجيش عن ال اي ما هم رادوا عنصر نسوي هو خذيك وطالع لك هو بعد شو اسوي هاي ما ادري تدافع عن النساء ببرنامج تبوكين منصب ما يصير يعني لا كان هو مرشح يعني كان المفروض اذا الناس تريد هم يعني اصوات يحصل بس الحمد لله رادوني ومشت يعني صارت بعد عندنا اجتماعات صارت عندنا ما تخربتوا على الها لا بالعكس هو قلت لك الناصر مشجع لي ابو احمد اي جيد بالعكس يعني يعني مؤتمراتي انا يعني نوهت وحكيت قبل فتره للامانه يعني احكيها مو شرط يعني تطلعوها باللقاء يعني انا قطعه من قطعي بعتها لغرض اغطي المؤتمرات الخارج العراق. نعم. لان يعني نجحت زينب نجحت من خلال الجمعيه صارت عندي ندوات صارت عندي مؤتمرات صار عندي تثقيف للمراه الريفيه يعني بذاك الوقت يعني حلو من تشوفين اكو امراه يعني تجيب بدون مثلا مورد مالي وشي وتفتح بيتها وتسوي دورات فصارت الاضواء كلها على زينب. كم امراه تقريبا مكنتوا يعني والله كل المناطق الساخنه يعني اسكندريه تقريبا 30 امراه، الديوانيه تقريبا 30 امراه. نعم. محافظه بابل يعني تقريبا يعني احنا العدد الدورات تكون 30 يعني تقريبا عندنا في عدد معين. تشوفون اقبال يعني على هذه الدورات؟ سابقا نعم. وليش اليوم لا؟ ماكو دعم. يعني هسه من نريد اسوي من تحتاج الدعم؟ الدعم يعني حتى اي وحده تجي هسه تريد تسوي لها دوره تقول ايش راح استفاد من الدوره؟
نعم ما راح استفاد شيء، يعني انت تستفاد ان قدمتي انا يعني المتلقي يجوز استفاد مثلا، نعم ليه ما راح تستفاد؟ فلهذا يعني شوف صعوبه بين تعتبر هذا المشروع يعني مشروع فاشل ولا شنو؟ ده. يعني انا حسب ما اعرف هذه المشاريع مشاريع ناجحه. مشاريع ناجحه طبعا. بعد ليش ما نشوف اقبال عليها مثل المشاريع الصغيره؟ اليوم نشوف النساء اقبال يعني عليها. يعني متحسين لازم مثلا متعبه للمراه يعني وبها جهد مضني يعني؟ طبعا اكيد يعني متعبه يعني لو يعني بالصيف تشوفين ويصلى واحد يقعد ووقت متاخر لان يبدي فحص، بعد الفحص يروح يشيك الاطارات، يشيك العسل، يفرز العسل، يخليه بالمنضج، يخليه بعبوات، هذا كله وقت يعني تحسبين احنا تقريبا نشتغل ما يقارب تقريبا 10 ساعات باليوم او اكثر يعني. نعم، تشتغلين في كل المواسم؟ لا، موسم تقريبا عندنا نبلش من الربيع اول ما تبدا تقدح الاشجار، ان الصيف الجني الحصاد مالتنا نعتبره لان احنا بالربيع نطلع عسل. نعم. بالصيف من يبدا شهر السادس السابع الثامن هذا فقط يعني يكون بيه جني العسل. نعم، اولادك اخذوا الخبره منك هذا الموضوع او من ابوهم الله يرحمه؟ الحمد لله احنا عائله نحليه، لكن اني ما خليتهم يشتغلون بالنحل، ساعدوني. عائله نحليه. عائله نحليه. اي لكن حمودي نقيب عسكري الحمد لله، كليه عسكريه ما شاء الله. عندي طبيبه اسنان بغداد ما شاء الله. عندي مهندسه ماجستير تست كمل ماجستير وتربيه اثنين، فالعبء كل علي، خليتهم يوصلون لكن من اريد منكم مساعده ما يقصرون وياي. الله يخليهم ان شاء الله، الله تعالى. هم يفتخرون اكيد بعملك، يشجعوك ولا يقولوا لك ماما يعني خلاص تعبتي انت طيله هذه السنوات وهذا العمل متعب عليك؟ بالعكس يعني احس بهم من اني اشتغل اجي القى الاكل حاضر وبنات منظفات البيت، يعني اعتبرهم سند الي بصراحه، ان اروح مؤتمرات يعني ما اخاف، انا علمتهم على الشجاعه سباعيات بالبيت. نعم. يعني احنا نشوف المرأة العاملة احيانا يقولون لازم توازن بين بيتها وبين عملها. نعم. واحيانا يكون العمل يعني تقول العمل 10 ساعات، هذا ما اثر على بيتك؟ الحمد لله وشكر اليوم واصلين الى مراحل دراسية مهمة اولادك الحمد لله، فشلون قدرتي توازنين بين عملك وهذه الساعات الطويلة وبين والله بيتك؟ يعني ما اخفيت كله يعني تعبت يعني حاولت اقسم وقتي يعني اكثر شيء اللي كانوا محتاجين بفترة الدراسة بداية مشوارهم ركزت على الأساس مالتهم، خلينا نقول أول ثاني ثالث. نعم. من يكون أساسه يعني قوي ما أخاف عليه بعد خلص. نعم. ينطلق للساعة الدراسية. فبلشت على الأساس مالتهم، نهار شغل بالليل سهر وياهم. زين. الحمد لله والشكر يعني ما ضيعوا تعبي. نعم. من أنا قلت لهم ما يهمني أنا أتعب وأضحي لكم بس بالنتيجة ريتكم توصلون أنتم. نعم. هذا المشروع الحمد لله والشكر أعانك ماديا وساعد الحمد لله. ساعد العائلة الحمد لله طبعا أكيد. نعم. أكيد الحمد لله وشكرا. هسه احنا خلينا نروح، بس انا ما اريد اللي صعب النحل يعني انت تجلسين يعني عادي بس انا يعني اخاف يعني إيه؟ بالآونة الأخيرة طبعا هسه العلاجات بسم النحل فتشي يعني راح يخلوه للتجميل وشغلات فترشي في شغلات ما اريد اليوم نسوي لك فدلسعة لا لا الك الا ساعة لا لا ما المنع ابدا مستحيل يلا نتوكل على يا ترك الصلاة. جينا لخلايا النحل وللنحل راح نلبس هذا قناع الوقاية جرب خلينا نشوف شنو العمليات اللي ممكن هنا تجري هالست هيجي لبسها صحيح؟ صحيح. زين بس يمكن هاي صغيرة اتصور. هسا شنو هاي العملية ست؟ هاي الوقاية. ايه هسا انت اللي لبستي انا لبست انت لبستي على مود نتوقف. الوقايه شنو هسه؟ هي مو وقايه تيجي قرصنا عادي. لا لا يعني هسه سلامات ان شاء الله. ايه. هاي شنو؟ هاي العتله سلاح من سلاح النحال. ايه. هذا المنفاخ هذا المنفاخ هاي وجهي على الكاميرا خلي يشوفون شنو هذا المنفاخ العفو لغرض تهدئه النحل. شنو خاله بي هذا؟ مخليه بيه كرتون. ايه. يعني مرات اي شيء يعني شيء يابس من الحشائش او كل شيء. ايه. نخليه بالعفو هاي المنفاخ هذا المدخن. ايه. ننفخ على الخليه حتى الخليه مثل ما يقولون يعني شلون تنخبص تحامي الملكه. إيه؟ احنا بهذا الوقت نبدا نشيك الخليه. تمام. واحنا يحامينا بنفس
ماكو ماكو شيء. ماكو شيء؟ يلا. يلا. تروحين وحدك تجي وياك؟ هسه هاي العملية شو يسموها؟ هاي فحص الخلايا. فحص الخلايا. يعني الغرض من الفحص يعني احنا كنا حالين. الغرض من الفحص تجي تشوف ان الملكة قد يكون مصابة، قد يكون بها فتلف من الفحصات السابقة. يعني اذا مثلا عسل موجود بها بقت العسل نشيل العسل. زين. حبوب لقاح، حضنة. زين ليش يسموها الملكة؟ الملكة لان هي الام الاصلية يعني هي كل خلية من الخلايا لازم بيهم الاف. هلي هلي. اي انا منها خلينا اسولف وياك. اي هسه هاي شغالات. زين ليش سموها شغاله؟ هاي الشغاله لان هي اكو شغالات، الشغاله عمرها يكون من تطلع من الخليه 21 يوم، عندها واجبات داخل الخليه وعندها واجبات خارج الخليه. زين. فيسموها الشغاله اما تكون داخليه بداخل الخليه تشتغل. اي الشغل داخل الخليه تنظف الاطارات على مد الملكه من تجي تبيض، تنظيف الخليه. طبعا هاي الملكه سوء الحظ يعني لقيناها. هاي الملكه وين هالملكه؟ والله شوفها. هاي الملكه هي اللي تقود الخليه. ما لها منافس نهائيا. زين ليش سموها الملكه؟ شنو المعيار يختاروها ملكه؟ اكو هوايه اناث يعني، ليش هي يختاروها؟ شنو المعيار يختاروها ملكه؟ الملكه من تبدي بيضه يركزون عليها، من هي يعني بعد هي يرقه راح يركزون عليها. يعني تصير البيضه قويه معيارها قوية حتى. طبعا احنا مثلا عندنا السلاله مالتها زينه، مثلا السلاله قويه مثلا تقاوم الامراض، تقاوم طرب الخضير، يعني تعطينا عسل هوايه، تعطي مثلا تتابع الخليه. فاحنا من هذا نشوف الخليه نعتبرها ملكه زينه. زين. هي اللي تقود الملكه. اكو يعني نحلات يحاولون انه بغياب الملكه مثلا؟ لا نهائيا. ياخذون دور الملكه؟ دور الملكه انت ذيك المره يعني بالمفاصل. إيه؟ كل هاي الصناديق اللي تشوفيها لا يمكن تكون صندوق بدون ملكه. اذا كانت ما بملكه معناها النحل ما يشتغل. زين. ماكو نظام، ماكو شغل بالخليه. راح يكونون اذا انت سالتيني اذا كانت اكو مرات شغالات عندهم بيوض ويريدون ينتحلون شخصيه الملكه او يصير عندهم بيضه يعني تنتحل شخصيه. هاي يسموهم الامهات الكاذبه. امهات الكاذبه. امهات الكاذبه يعني راح يكون البيض مالتهم مو بيض نظامي، راح بالعين السداسيه. هاي العين السداسيه هاي الملكه بنظامها احنا بالربيع تعطينا الملكه 1500 بيضه باليوم الواحد. زين. هذا يعني تمشي على هاي العيون السداسيه، كل عين سداسي هم ذول العفو الشغالات يجهزوا لها ينظفوه من لا سمح الله بمثلا فتشي يعني هي لازم مكانها نظيف على مد تخلي البيضه. زين. من تلقى المكان هذا نظيف راح تخلي بيضه تترسى كله بيض. زين. هاي البيوض بعد 21 يوم راح تطلع لنا شغالات. زين. شغالات ينقسمون الى نوعين مثل ما حكيت لك. شغالات يكونون داخل الخليه وشغالات اللي خارج الخليه يسموهم النحل الحقلي. زين. اللي هو يجهزنا بالعسل ويجهزنا بحبوب اللقاح. زين الشغاله اللي الام الكاذبه شنو يعاقبوها يعني؟ طبعا بقانون النحل؟ لا لا ما عندنا بنظامنا ملكات اثنين يشتغلون. ايش يعاقبوها النحل؟ بالاعدام، يقتلوها يعني البيضه يدخلون للبيضه ويشيلوها البيضه ويشمروها خارج الخليه. اذا المشاهدين الكرام اكو حاله اعدام بخليه النحل. هاي شوف انا مثل ما عدمت روحت. زين اكو حاله اعدام بخليه النحل اليوم، الام الكاذبه اللي عندها بيوض تحاول انه تنتحل شخصيه انه تكون ام للملكه، فيعاقبوها النحل يقتلوها. شلون يقتلوها؟ يقتلوها باللسع؟ باللسع طبعا. زين. لسع يطلعوها. ما من مدافع عن هذه الخطيه الشغاله؟ لا 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 ماكو. احنا بالمناسبه ست اذا تسمحي لي. الذكور يتواجد نحتاجهم وتواجدهم يكون في فتره الربيع فقط. زين. من تخلص فترة التلقيح يعني خلص نحس بين امه راح يكونون عبء على الخلية، لان هو بطبيعة الذكر يعني مثل ما تعرفين هو قاعد لا شغل ولا شيء، كله يجي على الحاضر عطال بطال. فهم بهذه الفترة من يخلصون فترة التلقيح يبدون يتخلصون من عدة. تطردوهم بعد؟ يطردوهم خلاص. بعد خلاص والله. انا يعني مرة من المرات كان عندي احد اللقاءات. إيه؟ فجدت احكي ويا المذيعه قلت لها تخلص عمليه العفو هاي يعني مصلحه على عمليه اللقاح مالت الملكه. احنا عندنا شعبنا عندنا عمليه اول ما تطلع الملكه العذراء. إيه؟ نحس بها بان احنا عندنا عذراء بالداخل الخليه. هاي العذراء راح تطلع الساعه 2 الظهر يسموها حنه، يعني
حنه زفافعتها حنه يعني عندهم حنه وعرس. مشاهدينا الكرام مثل ما عندنا حنه وعرس ببيوتنا اليوم البناتنا الحبابات، اليوم النحله هم عندها حنه وعندها عرس وعرسون وزفاف. اي سوالف على تقول حنه والعرس. اي الحنه فتطلع الساعه 2 الظهر راح شو تسوي؟ تسوق تصعد الاعلى مكان يعني خلينا نقول مناطق مرتفعه جدا زين. راح تطفى هرمون معين تحسس الذكور الموجوده داخل الذكور الموجوده داخل المنطقه القريبه بان اقوى عذراء تحتاج التلقيح. زين. قبل كنا نتصور بان اقوى ذكر يلقحها للملكه، من يلقحها خلاص هو بعد هو من تخلص عمليه التلقيح خلاص بعد هو يموت طبيعته يموت. لكن الدراسات اثبتت حاليا بعد تعرفين العلم تطور شيء قاموا يخلون كاميرا شلون العذراء تطلع ويشوفوها. ف حسينا بالفتره الاخيره والاونه الاخيره بان الملكه تتلقح من تقريبا اكثر من إيه؟ من ذكر يعني بالخمسه ست ذكور على مود الحيمن. الذكر راح يكون عتفت حيمن يكفيها لمده 3 سنوات وما يموت ما يموت مثل ما كنا نعتقد. لا لا لا, لا. الذكر إيه؟ ذكر يموت. يموت اي ذكر يموت زين. لكن ماده الحيمن المنوي راح تبقى عتها لمده 2 سنين زين. من ترجع من فتره التلقيح ترجع بعد خلاص ترجع بقوتها مسيطره ملقحه تاخذ استراحه في يومين تبحث على من هو دا يشاركها بهاي المملكه مالتها اللي كانت امها. حتى لو كانت امها ملكه قديمه وكبيره تعتبر بان امها بعد ما مؤهله بان هي تقود هاي الخليه. شنو قانون قانون النحل غير الزواج والملكه وغيرها شنو قانونهم؟ يعني العسل جلب العسل جلب حبوب اللقاح الغذاء الملكي زين. يعني بالاونه الاخيره هسه الدراسات اثبتت بان العلاجات بسم النحل كان الناس يعني متعارف عليه بان هي خليه النحل تعطينا فد عسل، لكن هسه خليه النحل نقدر نحصل منها حبوب اللقاح اللي تزيد المناعه تزيد يعني الغذاء الملكي لحالات الضعف الانجاب يعني كلش هواي جدنا ما عندهم اطفال الحمد لله بالخبطه مالت العسل حبوب اللقاح والغذاء الملكي وطلع النخل الحمد لله هسه الحالات كلش وصلت الحالات ناجحه. زين انتم عندكم مواسم يعني اتصور هو موسم الشتاء مو الموسم المناسب، سولفي لي على المواسم. موسم الربيع يبدي مواسم الربيع احنا عفوا الخلايا مثل ما حكيتي، موسم الربيع هو ابو المواسم اللي هو تتقاسم به الخلايا تتكاثر به الخلايا. ان حال الجيد اللي من يشتي بخليه قويه، كل ما كانت الخليه قويه هسه هاي الخليه مالتنا كل ما كانت الكثافه النحليه بها كلش كبيره خلينا نقول وبها حضنه نقدر نطلع منها طرود، الطرود مثل ما حكيت لك الملكات اللي توها تطلع يعني العذراء. فنطلع منها فالربيع هو ابو الخلايا يعني الربيع اللي تكاثر قاسم الطرود من عنده يكثر المنحل منه. بعد الشهر السادس يبدي جني الحصل العفو العسل اللي هو الحصاد مالتنا. هو اول ما تجيبون الخشب فارغ بلا كل شيء وتخلون عليه النحل. المبتدئ ايه؟ لازم تكون عنده معلومات كافيه. هسه ايه؟ انا مثلا اريد اسوي عسل مثلا. اي يعني هسه ست انطيتك انا هاي الخليه تقدرين تفحصيها؟ تقدرين تعرفين عنها معلومات؟ لا مو افحصها، انا ايه؟ بدايه اجيب فقط هاي الخشبات واخلي عليها نحل وهي لا لا شنو؟ لا تشترين النحل. اي اشتري يعني النحل. هو جاهز يطوش خليه جاهزه من نحل واساسات. يعني هم يكونوها؟ هو البايع يعني مثل الواحد من يبيعها يبيعها متكامله. انت هسه شلون تسويها؟ يعني انا عندي يعني تقصدين شلون ابيع يعني؟ مو شلون تبيعين؟ هسه انا اول ما اريد اسوي الخليه شلون اسويها؟ اجيب النحل واخليه على الخشبات وهو يكون لي هاي الخليه؟ اي طبعا. مو؟ يعني تستمر تكوين هذه الخليه؟ نجيب احنا صناديق صغار يسموه طرد الخليه. اي تقريبا يتالف من 5 صناديق، هذا هو 10، هذا يعتبره طرد نص خليه. ورا ما تتلقح وتكون الخليه قويه وراح يكون عندها بيض هواي وكان عندها شغالات راح تكمل عندنا نكملها 10 اطارات زين. راح تصير عندنا خليه كامله وبهكذا نوسع الخلايا من خليه الى خليه الى خليه. زين وبعدها ايش قد يكتمل كم شهر حتى تسوقون العسل؟ يبدي تقريبا من الشهر السادس حسب التنوع النباتي، يعني مرات المتلقي يريد عسل جت، مرات يريد عسل برسيم، مرات يريد عسل سدر. فاحنا عندنا طعمه مختلف كل واحد له طعم زين. بس هو كطبيعي اذا ترجعين للحقيقه اي عسل طبيعي هو كله نفس الفائده زين، لكن اكو بها ناس تحب التنوع زين. اذا اردنا مثلا اليوم يعني اريد اخذ هاي الخليه العسل نعم زين، شلون انا اقتل النحل لو شو اسوي له؟ لو انقله الى خليه اخرى لو شنو اسوي؟ يعني اذا عندك حديقه اي
تاخذين صندوق. اي الصندوق متالف من الكرسي، عفوا هذا حامل الخليه اللي نسميه احنا الكرسي الخليه، اللي هو يرفع الخليه عن الحشائش، عن الادغال، عن الحشرات، عن المطر، عن الحراره. زائد ناخذ صندوق متكامل، اساسات نحليه، والنحل موجود تعتبر عندك خليه كامله متكامله. هذا التسويق انتم تسوقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لو باتفاق يعني مع اماكن مخصصه ولا شنو؟ لا لا، عندنا معاملنا يجونا. نعم. يعني معامل واسواق يعني عده محافظات. نعم. الناصريه، البصره، النجف، كربلاء، كل مكان. زين، على التليفون. منو يتولى مهمه التعليم وكذا وتنضيجه والله احنا كليته يعني على عاتقنا، يعني نبدي من اوقات مبكره، يعني الصبح تقريبا الساعه 5 من يبدا الموسم يعني. أي؟ الحد ساعات متاخره، لان احنا نكمل فحص الخلايا، نرجعها لوضعها الطبيعي. شلون تفحصين الخليه؟ هي فحص هالشكل، نعلق المنفاخ، نتوقع، نفحص الخليه. الغرض هسه مثلا احنا عندنا اطارات هاي فارغه، هاي ما بيها شيء، هذا يسموه أساس. هذا الغرض من عنده، نخلي شنو يعني جمع العسل دي. هذا يجمع العسل. يجمع حبوب اللقاح، يسموه اطار يعني. هذا بالصيف شو يسموه؟ هذا بالصيف ما تلقين واحد فارغ. بالصيف تلقينا كله تمم لعسل. تمام. عسل. لا هذا شنو هسل بيه هذا؟ هسل يعني موسم بعد. هذا شنو هو هسل بيه هذا؟ اساس. اساس شنو؟ من مسوي؟ هم؟ هو لا، احنا نشتري طبقات. أيه؟ وهم يبنون بطبيعته على شكل عين. طبقات سداسي. شنو؟ طبقات شمع. شمع. شمع بس احنا ما نجي مبني، يعني ما مبني، هو النحل يبناه. هو يعني هذا الشمع طبيعي؟ طبيعي طبعا. اي انتوا تجيبوه تخلوه؟ زين، احنا كنا نتوقع انه الشمع هو من النحل نفسه ويصير نفسيته. زين، بس هذا يعتبر فشل النحال. ليش؟ لان النحال لازم يخلي هو اساسات. انت تريد تطلعين عسل. ايه؟ يبنى بالطبيعه من تكون مثلا مكانات منعزله، مكانات بعيده، مكانات مثلا خلينا نقول عاليه، جبال. زين. ما حد يقدر يوصل لها، فالنحل يشتغل هو بطبيعته. زين. لكن احنا ما يعني ما دام احنا نشتغل احنا انت راح توفرين الشمع وبالتالي هو يبني. نعم. عليه هو يبني اساسات. ايش قد يبني يعني؟ ايش قد الفتره يبني بيها؟ يعني بموسم كل 10 ايام نبدي نلقاه كامل يعني. يعني كل 10 ايام انتم تبدون الحصاد. ايه. حصاده. مو صحيح؟ صحيح. الحمد لله وشكرا. الله يوفقك ان شاء الله تعالى. الله يسلمك حبيبتي. مهمتك. الله يسلمك. ونتمنى لك كل النجاح. في دول عيونك. رساله للنحالات العراقيات. والله رساله لكل امراه. يعني ما نحكي على المستوى خلينا نقول تربيه النحال. اول شيء خلينا نحكي على الخاص بعدين على العام. اوكي تمام. يعني احنا اتمنى بان تكون قد المسؤوليه. شغله النحل اللي كانت مقتصره فقط على الرجل. تكون هي قويه بيها. ويعني لان هي هاي المهنه ما تخليها تحتاج لاحد. نعم. راح تعتمد على نفسها، راح تعتمد يعني بيه مردود مادي. طبعا مردود مالي. نعم. من كل يعني الايرادات، سواء كانت تتعالج بسم النحل، كان من العسل، من اي شيء يعني. نعم. راح يكون مردود اقتصادي لها. ورساله اخرى اتمنى من الست اللطيفه والجميله توصلين رسالتي. نعم. اتمنى المراه اكو من يسندها. نعم. لان احنا نريد من يسندنا يعني في كل مدى. وصلت اني الى مستوى رئيسه لجنه المراه بالاتحاد العام لحالات العرب. نعم. اشتغلت، ثقفت، دخلت دورات. ما يوم من الايام مسؤول في الحكومه العراقيه قال هاي المراه اللي وصلت، اللي العرب يتقاتلون على مود هي تاخذ الالتحاد. مسؤول يعني مثلا حتى لو كان فد شيء معنوي، احنا ما نريد هسه الشيء المالي، نخليه على صفحه. معنوي طبعا. معنوي. يهمنا المعنوي. يعني احنا من واحد يدز عليك ويحسك انت بنت العراق، وصلتي رساله، دربتي، ثقفتي، نريد كلمه شكرا، حتى لو كلمه شكرا يعني. طبعا. من هذا ما حد ما قال لك شكرا؟ يعني ما اقدر اقول يعني. اكو ما قال لك شكرا. يعني شكري الى مدير زراعه بابل. نعم. يعني دائما من سرعتهم معارض ندوات شيء. يكون اول الناس من تشارك وياهم زينب المعموري، لان يعرفون يعني على مستوى محافظه بابل صوتي واصل، والحمد لله مشاركاتي كلش كثيره. انا اشكرك. حبيبه قلبي. في دول عيونك. وان شاء الله يا رب يوم اللي نشوف مشروعك اكبر واكبر. يسلمك الله. ان شاء الله تعالى. اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. طبعا انا ما اقدر اطول بالختام لان ممكن اللي ما تشوفون يعني. صحيح انا اليوم اعمل مقابله لكن قلبي يرجف حقيقه لان اخاف من النحل. نتمنى مشاهدينا الكرام كل الخير والبركه لكل نسائنا العراقيات. وقتك هسه طلعتي الخاطر الله. زين،
فشوفي حبوب اللقاح ست. شوفين حبوب اللقاح ست شوفيني يا بنتي والله شوفوا خلي شوفوا هاي الصفرة شوفي حبوب اللقاح وينها الصفرة؟ هاي شايلة عتها سلات بالمناسبة سلات صفر اثنيناتهم دول شيل بيهم حبوب اللقاح. ما شاء الله الله يخليهن لك ان شاء الله الله يخليهن ويكبرهن بزودك وبجالك ان شاء الله. شاهدين الكرام هذه المرأة العراقية اللي تغامر وتخاطر حقيقة ومبدعة نتمنى ان شاء الله من كل الجهات المسؤولة انه تدعمها ولو بدعم معنوي والمرأة العراقية تستحق وراح نهزم مع السلامة. هلا.